عقدت الدورة الخامسة لمنتدى السلام العالمي يوم السبت في جامعة تشينغهوا ببكين. ركز موضوع المنتدى على نظام الأمن العام، وتم تشجيع المشاركين على الانضمام إلى النقاش المفتوح حول قضايا الأمن العالمية والإقليمية الحالية، بينما تعد قضية بحر الصين الجنوبي موضوعا رئيسيا. ورفضت الصين التحكيم الذي بدأ عام 2013 حول القضية، كما لم تعترف بالنتائج الصادرة عن المحكمة. وتناولت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني ليو يانغ دونغ هذا الموضوع بخطابها في المراسم الافتتاحية للمنتدى. إن النتائج الأخيرة الصادرة عن محكمة التحكيم حول قضية بحر الصين الجنوبي التي رفعتها حكومة الفلبين من جانب واحد تنقصها الشرعية. مارست المحكمة نشاطا غير شرعي منذ البداية، لأنها وسعت وتجاوزت وانتهكت وأساءت استخدام سلطاتها، لذا فإن حكمها باطل وليست له قوة إلزامية.